الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لبس الخفين. يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض ولو برطهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأسعد الله تبارك وتعالى مساءكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير. ما زلنا مع كتابي دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن الحادي عشر سنة 33 بعد الألف، ووصلنا إلى باب المسح على الخفين.